في كل عام يتم إنتاج 18 مليون طن من الكرز في العالم، وتحتل إيران المركز الثالث بعد تركيا والولايات المتحدة. من خلال الدراسات التي تم إجراؤها، تمكنت جودة الكرز الإيراني إلى جانب مبيعاته من الحصول على المركز الأول في العالم. تفخر شركة جيلا فروت بتوريد وتصدير نوع وتغليف هذه الفاكهة القيمة، والتي لها أهمية كبيرة بين الفواكه الإيرانية، إلى الأسواق العالمية.